42 years old, mio. Male, present with severe recurrent epigastric pain. يلا فرح بيت. There is start. There is diffuse thickening of the stomach wall. إيه بابا؟ إيه وأكو بنكرياتيك ماس أو أكو ماس لا هاي شوية فوق أكثر. هي البنكرياس وين الماس؟ هي البنكرياس overall إيش فيه؟ هذا native low contrast. هذا native. إيه؟ إيه إذا نأخذ large in size. إيه؟ زين وأكو ماس هذا بنكرياتيك يعني ماس with calcification with punctate calcification يعني هاي أنا دا أشوف epigastric ماس. بنتي الست دا تعلقين على اليمن على البنكرياس. على البنكرياس إيه. كملي يا بابا دي كملي البنكرياس in large. البنكرياس in large. Stranding. أكو calcification. إيه البنكرياتيك داك dilated or not. إيه نعم بنكرياتيك. مال cystic chain. إيه نعم. غير تكملين يا بنتي. المفروض تاخذين اورجان تنفضينه فوق كليته وبعدين اكو اسوشيتد لنف نود اكو اسوشيتد ماس اكو اسوشيتد سيست اكو بنكرياتيك كولكشن اكو غير الشكل يلا هسه لارج اوفر اول البنكرياتيكال اكو بارينكيمال سيستيك تشينجز ذير از سمول بارينكيمال سيستيك تشينجز يس ذير از مهمه هاي لو ما مهمه اي طبعا مهمه استاذ ليش؟ لانه احتمال هاي يصير بين كروسز مو صحيح؟ اي نعم اكو يم التيل وحده كبيره اي بعد هسه بعد شوكو اسوشيتد هاي diffuse thickening بالستمك. كيفك؟ لا هاي الستمك interior هاي posterior. There is cystic there is يعني cystic lesion at the tail of the pancreas. Thick wall. نعم. Thick wall cystic lesion. صحيح. زين يعني أنا بالي ده يروح ويا chronic pancreatitis with development of pseudocyst at the tail of the pancreas. وانت قلت هاي thick wall cyst. العادة pseudocyst يصير بي wall هو اسمه pseudocyst. يعني هو متجمع بمكان يعني ماكو true wall. اي نعم هاي كل تنذكر يا بابا استومك حتى تقولي لي اكو ديفيوز وور ثيكنينج بالاستومك هسه احنا ما نقدر نقيم الاستومك والوور ثيكنينج مالتها بالسي تي اذا مو هو ديديكيتد مسوي له ديستنشن من طي انتي كولينيرجيك نعم. وهذا كرياتيك لنف نودز اكو دكتور اذا اكو كونتراست ممكن يبين اكثر يلا بتش كونتراست شتي علقتي على النيتف وعلقتنا بعد عدل اوقفين انا بلارين نعم اوقفين اكو شيء يجذب انتباهك هناك اي نعم استاذ اكو فد يعني انه اكو يعني سوفت تيشو انهانسمنت بالسيستيك ليجن وبعد زين اكو شيء يجذب انتباهك اكو يعني مثل كولاترال صايره انتيريور اليه اكسلنت عافيه اكو يعني هذه انتيريور ابدومينال وول واكو بالابيجاستريك ريجين يعني شو اسمه بيريبنكرياتيك وهذا بيجاستريك وحتى around the gastric wall abnormal high visas احنا ما نشوف ايش ترازمين اوكي واكو هذا الانهانسينج ليجن سراوندد باي سيستيك ليجن اوكي ليفر سبلين شنو رايك بهم يعني استاذ مبين نورمال سايز متى اشوف انه والله انا اشوفها بروميننت يعني اثنيناتهم بروميننت سايز ليفر سبلين على كل نون سبيسيفيك زين ايه هسه بعد ما شفتي الكونتراست يعني اذا افكر انه ماس ليجن ممكن سادة البنكرياتيك داكت ومسويت لنا هذا الانفلاميشن يعني بالتيل 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 اي زين بالتيل بالتيل مو المفروض واحد يكون يعني شو اسمه من يحكي له شايه يكون يعني
لان بالتيل احنا البنكرياتيك ايه نعم. هي ما موجوده اكو راديكلز مالك ميتيشن والعلني اكو سايد برانشز مال البنكرياتيك ايه نعم. بس زين سؤال اخر ممكن هذا اللي شفتي انهانسينج ليجن هو نورمال بنكرياتيك تيشو استاذ بس الانهانسمنت مالته اكثر من البنكرياس النورمال فهذا شكله كونتراستينج يصير كونتراست لانه surrounded by hypo attenuation attenuating نعم. fluid فيبين هو prominent شلون السلية حكتها شو اسمه الدكتورة تقول sometimes the white lung هي النورمال لو hyper attenuated مشكلة CT يعني partial volume effect هذا رعد بس هو خلينا نسأله هذا portal arterial أو portal face هذا portal face portal face نعم. احنا احسن انت استاذ رعد سأل السؤال قال لك هذا الانهانسين ممكن pancreatic tissue شلون توصلين الى قرار شلون تتاكدين انه هاي ممكن انه باذر سكشنز يعني مثلا إيه؟ اخذ كورونال او إيه؟ او الـ او الـ او الساجيتال واشوف الكونتينويشن مالته هاي واحد بعد زين اسال سؤال بابا فرح يعني احنا عاده البنكرياتيك سي تي سكان كبروت يعني شنو اي 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 فيز يفيدنا نسوي التريبل نسوي ارتيريال ايرلي ارتيريال نسوي الارتيريال هذا نسوي الارتيريال لانه الماس تكون هايبو بالبدايه اي عاده البنكرياتيك تيومر هي شو اسمه زين نسوي ايرلي ارتيريال تريبل فيز والله فرح شوف استاذ رعد قبل شويه من قال لي الليفر والسكين باعث السكين اللارج طاعت فوق التيال مال البنكرياس اي نعم اي استاذ رعد سالت عليه مبينه المهم اذا هسه احنا هسه انت قررتي انه ذيس از اماس التيل اوف ذا بنكرياس قاعده بحضن السبلين زين وهذا الكالسيفيكيشن شنو ربرياتيك كالسيفيكيشن طبعا هي فيتشر مال البنكرياتايتس اكيوت اونيكرونيك نعم اكيوت اونيكرونيك اي ديفينيتلي لين اكيوت اونيكرونيك لين كرونيك لين اذا الكالسيفيكيشن هي ساين اوف كرونيك بنكرياتايتس هانتين من هذا اثغنومونيك هل اللارجمنت هل ديفايند هل اسمها هذه تروح ويا الاكيوت ترين هاي الماس الانفاسيف ماس بالبورتال طبعا مطلعينها بس البورتال يعني احتمال انه هذا يعني انيوريزم مثلا ودائره مداره فلويد يعني رابتشر ليكينج دنسيتي ريم مالته هذا ايش قد الدنسيتي اي نعم استاذ الدنسيتي مالته ايه قيسيها قيسيها بس خلي يروح هذا الشريط الفوق ما يروح هذا الشريط قاعد نيو في شو اسمه يعني مشيين هنا السحاب سحبت اياه لا هاي سحب يمك استاذ محمد يما من شغله لا مشكله اصبح لي فوق صعيد بس تخلي الكيرسر بس تخلي الكيرسر على هذا الدنسيتي جوا بس خلي الماوس عليه وراح يقرا جوا 137 وين اسمه هذا استاذ علي صرا جوا وين علي هذا استاذ 148 118 هذا استاذ جوا هذا استاذ هاي لون احمر جوا استاذ علي صرا وين القلم جوا الفاليوم 107 اي 100 لا يرتج يدي يقرا تمام يعني تقريبا 105 نفس الدنسيتي نفس الدنسيتي يعني اذا اتوقع مثلا يعني ممكن يكون سبلينيك ارتري انوريزم او سراوندينج يعني سبلينيك لانه نشوف انه هو كلش هايبر دنسيتي يعني 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 شو اسمه الدنسيتي مالتها او الهاش دنسيتي نعم زين هذا الكومبليكيشن مال شنو منين يجي سبلينيك ارتري يعني اسف استاذ ما عندي فكره البنكرياتايتس واحده من الكل هذا البنكرياتيك جوز مشكله بنكرياتيك جويس مشكلة يعني بسنت فيزرز أمينة نفس من يصير بالبنكرياس نفس الشيء من يطلع من الدكس يسوي لك نكروسيس والدفتس إنه very highly شو اسمه أوكي فإذا أنت خليتي بالج أنيوريزم أوف ذا سيمبلينيك وول هذه زين بعد غير شيء يعني مثلا يعني كلات يعني الكلاترال يكون سمول مو هيك شيء كبير بعد او يعني بنكرياتيك تيل تيومر مثلا ممكن هم يعني بنكرياتيك تيل تيومر اوكي هذا نفس ايش اسمه احنا عندنا كلاسيفيكيشن على البنكرياتيك بنكر هذا يعرفوه السنعوف هذا الانوريزم او التيومر الانسنج تيومر نجي على البنكرياتيك البنكرياتيك يعرفوا الكيس بنكرياتيك زوجها على سي تي ليش يعني حتى يشوفون الكومبليكيشن مالته كومبليكيشن مالته وبعد classification عندنا شيء بالثزار classification severity index هذا شنو فعلته بابا فرح
اوكي فرح شكرا بنتي يلا يلا احكي لنا بنتي دكتوره. نعم استاذ هذا هو بيشن احكي عن كيسي من البدايه. استاذ هو بيشن كان عمره 42 سنه ميال. هذا كان الكحوليك. هو الكحوليك بعدين من اخذنا منه هيستوري. بالبدايه الفحص ما كان هذا بس بري كونتراست يعني شفنا هذا الماس اللي موجوده بالتيال الهيتروجينياس ماس والفاريسز بعدين شفنا الدايليت دوبيديت واكو بنكرياس كالسيفيكيشن بالبنكرياس. البنكرياس يعني كان هو اكوت اون كرونيك فات فات ستراند باي فات ستراندينج صحيح ايوه عنده جولستون بيشان مليم السبلين 16 مليم والليفر السبلين 15 ونص والليفر 16 سنتيم. بعدين طلبنا له كونتراست على مود نشوف شكينا بها يعني وبعدين طلبنا له كونتراست واخذنا منه هيستوري طلع هو الكحوليك وعنده ريبيتد اتاك اوف يعني اكوت بنكرياتايتس كوتوني كرونيك وهذا سبلينيك ارتر انوريزم. بعدين هذا بالكونتراست طلعت هذه الفاريسز واضحه طلع هذا الانوريزم. هو استاذ محمد الجبوري مشكور هو يعني عرف لنا الكيس سوتها ما عرفناه. نعم استاذ هاي الفاريسز هاي سراوندينج الانوريزم يعني كأنما هو ليكينج انوريزم انا قاعد اشوف يعني احنا من خليت اقارن البري والبوست كونتراست يعني على بالك البري هي اكثر مال. اكثر دنسيتي لحظه استاذ هاي استاذ هاي السيراميك هنا. بعدين من نزلنا بالابدومن الفاريسز مستمره الابدومنال وول وواصله امبلايكا سوبرا امبلايكا هذا مسويها بك ميت اوس عشتيلك اذا a case of acute and chronic pancreatitis with complication of splenic portal hypertension. هذه عدة findings of flourish كلش حلوة وهذه كلها زين شو يسوي له هذا شو يسوي له ايش نسوي له كويلنج الانيورز بالضبط الكويلنج لو عايش لا لا ما عندنا بس الاخير شيء السلايدات مالت الدكتور انا ما شفته شو كانت ايه سلايد على التريك احنا وصلنا كان اخير سلايد وهذا دن شو اسمه بوقتها انت سالت الاستاذ محمد قلت البرايت الوايت لم تشو قلت له اذا كان نورمال تسوي من تسوي اكسبايرشن ها عندي شلون يعني يلا من تسوي اكسبايرشن طبعا اللم تشو اللي كلها يعني اوفر شو اوفر كراودد فين كريد اوكي acute pancreatitis definition acute inflammation of pancreas the cause is polyvithiasis 50% basic 10 to 30% اللي هو possible related to congenital duct anomalies such as pancreatic dwarfism trauma surgery metabolic hyperlipidemia hypercalcemia viral infection mumps side antithiazide diagnosis of acute pancreatitis is made by following the two of the following three criteria acute onset of persistent severe epigastric pain, la basal amylase elevation more than 3, and contrast enhanced CT, MRI, or ultrasound. معون استاذ واضح؟ نسمع. There are two subtypes of acute pancreatitis as described by revised Atlanta classification. اللي هم قسموها الى interstitial edematous pancreatitis والى nephropancreatitis اللي هي شكل majority 70 الى 80% واللي هي referred simply الى acute pancreatitis اللي هي uncomplicated pancreatitis diffuse or focal enlargement يعني هو يجي يعني radiological feature تجي diffuse or focal enlargement homogeneous enhancement weak result النecrotizing pancreatitis هي شكل 20 الى 30% والnecrosis يكون pancreatic and or very pancreatic tissue area of parenchymal necrosis which are either no enhancement يعني استاذ شلون نعرف انا رقم اما هي نشوف اسف استاذ قطعت الكهرباء اسفه جدا اسفه ما يخالف بابا ما يخالف ماكو مشكله اوكي بس انت تتابع ويا ان انت تحكي على البنكرياتايتس دكتور اي نعم استاذ العفو نعم استاذ شلون نعرف هي البارنكيما انكروسز اما تكون either no enhancing or severely hypo enhancing usually less than 30 ounces unit during pancreatic parenchymal phase. استاذ هاي سالت عليها الفيس هي الارتريال ناخذها ايرلي وليت والليت ارتريال اللي هو parenchymal phase الايرلي اللي هو بال 10 سكند نشوف على مود بي الفاسكولار كومبليكيشن يعني سودو انوريزم نشوف بها نشوف بها البنكرياتيك تيومر ونشوف بها شو اكيد تسوي
هذاك 10 سكند. هذا يسوونه بال 25 الى 25 الى 30 سكند. اذا الهيرلي والليت ارتيريال يفيدنا بالبنكرياس، خلوها ببالكم. قسموا البارينكيمال نكروسيس يعني الاير قسموها اما اقل من 30% او 30 الى 50 عن الانترستيشال اذا ما تستنك ديتايتس اللي هذه صوره هي مجرد بس سوامج بالبنكرياس او اكو بري بنكرياتيك انفلاميشن. لا بالنكروتايزنج بنكرياتيتس هنا بس في كونتراست هاي اكو اريا ما بيها انهانسمنت، بينما نشوف التيل هو يعني بيه انهانسمنت هرمون انهانسمنت اند ذات. الاكيوت انتهى الى قسمين الانترستيشال بنكرياتيتس اذا صار وياه فلويد كولكشن، اذا اقل من 4 ويك راح نقسمه الى اكيوت بري بنكرياتيك كولكشن، واذا اكثر من 4 ويك الى سودوسيس نسميه اكيوت نكروتيك كولكشن، اكثر من 4 ويك وول اوف نكروسيس. هذه الأكيوت بري بنكرياتيك كولكشن هي السيروي الانترستيشال بنكرياتيتس، لازم التايم مالتها أقل من 4 أيام. السودوسيست هي السيروي الانترستيشال بنكرياتيتس، لازم أكثر من 4 ويك بها وول وأدجستن تو بنكرياس. الأكيوت نكروتيك كولكشن لازم الهيستوري مالتها أقل من 4 ويك وهيتروجينس كولكشن ما بها وول، وأستاذ هاي مو شرط موجودة يم البنكرياس، ممكن موجودة يعني يم البنكرياس عبر أكيوت نكروتايزنج كولكشن، يعني البيشتر اللي عنده هيستوري أوف نكروتايزنج بنكرياتيتس. الوال اوف اللي هو اكثر من جينوس وهم ممكن نشوفه يم البنكرياس او ممكن اكسترا بنكرياس. الراديولوجيكال فيتشر الكلين راديوغراف ابدومينال راديوغراف اما لو كلاز الياس بالسمول باونس اللي سنتي نوجو او سباتن بالدستنت كولون سمي كولون كابل ليف سايد هيمي دايفرام اليفيشن فيزر اتلفيسيس اون بالمونري اذا ما سجلت اكيوت اثاره ثاني بسرس. هذه الكولون كت اوف ساين اللي هو راح يكون هنا راح نشوف هذا التيرمينيت بالسبين فلاتشر. نفس الشيء هنا بالسي تي اللي هذا اليلو ارو اللي هو الاير واصل للسبين فلاتشر ومتوقف بعد، بينما هنا هذا الديسنت كولون هو كولابس. هذا الديسنت كولون السنتينال لوب اللي هو بالكلمتري تشنجز اند لاينج باور. بالالترا ساوند المين رول اوف الترا ساوند انه ديفرنشيت بين اوتو ايمون تايب فيرسس اكواير تو ايدنتيفاي بولستون دايجنوز فاسكولار كومبليكيشن ايدنتيفاي ايريا اوف نيكروسيس اللي تطلع هايبو ايكويك وفولو اب ذا سايز مال السودوس. بالالترا ساوند بيرس نورمال باتر. وهذا هو بس ارجعي ارجعي رجع على ذاك السلايد بابا. هذا صح شلون احنا نميز بالالترا ساوند تو ديفرنشيت لا لا between the autoimmune type versus acquired. شلون نميز؟ على autoimmune لأنه autoimmune يجي هو مجرد enlargement في البنكرياس ويكون smooth outline يسمونه salsa shape وما في surrounding by inflammation. يعني بالالتراساوند عند أحكي بالالتراساوند. Confidently we can say no this is autoimmune. نعم استاذ ما هو يعني بالautoimmune راح يكون البنكرياس loss of lobulation surrounding by hypoimmune. كملي حتى نشوف بالأخير يلا. هاي قبل الالتراساوند اكو هنا هذا سترب اوف فلويد هاي ان فرونت اوف بنكرياتيك تيشو. السي تي سكان البنكرياتيتس وال سي تي سكان از ذا ايمج اوف موداليتي اوف تشويس فور دايجنوزيس اند ستيجنج اوف اكيوت بنكرياتيتس اند اتس كومبليكيشن. بس المشكله انه الايرلي سي تي مي بي مسليدنج ريجاردينج ذا مورفولوجيكال سيفيريتي اوف بنكرياتيتس بيكوز ات مي اندر ديترمينيت بريزنت اند اماونت اوف نكروسيس. يعني اول 3 ايام السي تي سكان ما يحدد لنا اذا اكو بنكرياتيت يعني نكروسيس او لا. الام ار اي هو يعني ما له ذيك الفائده بس قبل البنكرياتات مثل السي تي بس الدفرنشيت سمبل فلويد كولكشن اوف وان كولكشن وال انترنال سوليد ديبرس اللي هو الاوف نيكروسيس. يعني استاذ مثل هاي الصوره هنا هسه عندنا هنا بس تي سكان هاي طالعه مجرد بس فلويد كولكشن يعني طلع على هذا تي 2 ام ار اي طلع هاي بي الانترنال سوليد ديبرس. الكومبليكيشن اللي هي انترن اللي هي انترستيشال اللي ما تصير بنكرياتات اللي ما نكروسيس اللي هذا اول شيء الاكيوت بري بنكرياتيك فلويد كولكشن هذا استاذ اكو فلويد كولكشن هنا دائما دار البنكرياتيك سمبل فلويد. النكروتايزنج بنكرياتيتس هذا الاكيوت نكروتيك كولكشن هذه هنا عندنا اللي هي نكروتيك اريا وهاي دار مدارها اللي هو الفلويد كولكشن. ومثل ما قلنا ممكن انه الفلويد كولكشن يم البنكرياس وممكن باي مكان ثاني يجي هذا النكروتايزنج شافوه يعني وول اوف ورا 5 ويك طلعت عندها هذه اللوكلايز يعني لوكلايز كولكشن فلويد كولكشن. نكروتيك برانكينا اند وين ذير ار جاز بابل اون ذا سيتي ان ابسنت اوف انترفنشن فيرتشوال دايجنوستيك اوف انفكتد نكروسيس اللي هو فيري بور بروجنوزيس. Since the collection of the vascular or necrotic tissue is extremely uncommon in acute pancreatitis. يعني بعد كلمة pancreatitis أبسط ما. وهذا ليشن بالفلاوآب إذا يشوفون هذا day one day three بعدين هاي day 17 وإذا طلع عنده هنا غاز واللي بيشنت ما عنده أي intervention فهذا هو infected necrosis. The vascular complication أما يجي على شكل hemorrhage. هذا السودانيوريزم يجي من from auto digestion of the arterial wall by pancreatic enzyme. Most commonly بسبلينك أرتري 50% مثل الكيس مالتنا. Gastrojudinal 20% and pancreatic jejunal 10% but any artery can be ممكن portal and superior mesenteric vein can be هذه صور للcomplication vascular complication. هذه هنا صورة عندنا هيموريج بالحجة أو بنكرياس وهنا السودانيوريزم thrombosis وهذه أنيوريزم سودانيوريزم مال السبلينك أرتري.
Other complications can occur: fistula formation, with pancreatic ascites, leakage of pancreatic secretions. Dystonic pancreatitis represents the end result of continuous prolonged inflammatory and fibrotic process that affect the pancreas. This results in aggravated pancreatic dysfunction. Most common cause of chronic pancreatitis for adults are alcohol consumption in developed countries and malnutrition and nutrition in developing countries. A radiological feature, atrophic pancreatic function, is virtually diagnostic of chronic pancreatitis. We can see the advanced state. In ultrasound, the pancreas is hyperactive due to fibrodilatation of the pancreatic duct, calcification, stigmatized iris atrophy, or even pseudocysts. At this time, I think atrophic pancreas, calcification, and dilatation of the pancreatic duct. We have a PM film of a chronic region of pancreas. فائت الام ار اي للكرونيك بنكرياتيتس هنا راح نشوف دايليت بيجت ريجولار بنكرياتيك داكت ممكن نشوف ستركتشر او هنا ممكن نشوف انترا اندري بنكرياتيك سيست هاي ستارت مثل الكيس مالتنا هم شان عنده سيتواليشن هذا دي فور بنكرياتيتس is form of a chronic pancreatitis, immune-mediated fibro-inflammatory disease, primarily involves the pancreas response to steroid therapy. مع عنده history of alcohol abuse, as known with the restaurant. Diagnosis one of the following, automatic response to corticosteroids. A radiological finding is diffusely or focal enlarge of pancreas, saucer shape of pancreas, smooth contour, news of the normal pancreatic lobulation. يعني هذا هو على شكل يعني معين ما ينسي اللي هو البنكرياس يكبر يكون smooth outline او loss of lobulation surrounded by hypodense hellswell. هنا يعني طالع قليل. هذا بالالتراساوند لو بالسيتي هو تطلع كنا صورة بالتي. مال سيتي هدنس هلو مو كلش واضح مو واضح بهاي الصوره بس اكو صور كانت اوضح يعني عندما خليتها بس انا جبتها على مود البنكرياس يعني اذا لو شوف لابيليشن واحده من الاولى هاي هدنس بالسيتي وبعد ابسنت اوف ريتروبريتونيا في الويت فلويد كولكشن سودوسيت او انفلاميشن الجروف بنكرياتيتس فورم اوف كرونيك بنكرياتيتس افكت جاسترودينال جروف هذا استاذ هنا الجاسترودينال جروف يصير هنا بنكرياتيتس انفكشن انفلاميشن الاميليز واللايبيز والتومر ماركر راح يكون نورمال نو هيستوري اوف الكحول الراديولوجيكال فيتشر كير لينير شيت لايك سوفت تشو بين البنكرياس وبين الديودينم سراوند باي مايل فاتس ترانزنج بلس ماينس سيست اللي هذا السيست بلس ماينس سيست هاي السيست ممكن تكون بالبنكرياتيك جروف ممكن بالديودينم ممكن بالبنكرياس وهذه هم اكو سيست بالجروف يعني narrowing of the distal CBD and pancreatic duct on the left وthickening of the duodenal wall مثل gastric